يلا بينا نروح على الصين، نروح على الدول الغربية. في بعض الأكلات اللي بتجذب الأنظار والطعم وكمان المعدة بتشتاق لها. جوزك بيسافر، رحنا سمعنا شفنا فيديو على السوشيال ميديا الأكل الصيني. النهاردة معانا التشيكن اللي هي صدور الفراخ، هنرحمها من جو الشاورما ومن جو ان احنا نعملها كريسب او مالية، فخلينا نعملها النهاردة من المطبخ الصيني ولكن بخفة دم مصرية. هي صدور فراخ مع تشكيلة من الخضار، اذا كان كرومب، اذا كان خس بلدي، الخس البلدي يخش في الاكلة، الجرجير ممكن نستخدمه، الخيار ممكن نستخدمه في الاكل الصيني، كل الماتيريال يتميز المطبخ الصيني او المطبخ الياباني او الماليزي او الاندونوسي، نفس المدرسة دي، بتشكيلة الخضار ولطافتها. معانا البروكلي النهارده هنعمله بالسويت اند صور. البروكلي لطيف وجميل، البروكلي الاطفال بيحبوه، الكبار بيحبوه، دايما في العيادات التغذيه بيتصدر القائمه الاولى في انواع الخضار. بروكلي كرومب استخدميه. النهارده هنعمله بطريقه جديده ونعمله بجو روح السنه الجديده، السنه الميلاديه، يا رب تكون سنه سعيده وهنا وسرور وامن وامان على كل اللي بيتابعونا وبيشوفونا من خلال شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. تعالوا مع بعض ناخد فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف النودلز بالخضار من المطبخ الصيني، فراخ تشيكن تشاينيز من المطبخ الصيني، البروكلي بطريقه جديده وبروح ثانيه. الكلام ده بعد الفاصل. نصيحه مني، يعني معلومة غير معلومة بتفاصيل صغيرة بمقادير بسيطة وسهلة. مقادير النودلز كالآتي: معانا مكرونة صيني، معانا طاسة شديدة الحرارة. الله، تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي. هنقطع شوية خضار. حاضر يا غالي، نزلها لك هنا. عينيا ألف أنا وشفا. معانا طبعا بصل، ومعانا فلفل الوان، ومعانا شويه جزر، ومعانا برضو شويه خضره لطاف، اذا كان بصل اخضر او كرنب احمر. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه. اهم حاجه الطاسه تسخن معايا. المكرونه دي مش تاخد وقت كبير. ناخد الكرنبايه دي كده، كرنب مع النودلز. تستغربيش اللي خلانا نحط خيار ونحط خس بلدي، دي حاجة حلوة. طبعا بوجه تحية كبيرة لإخواننا في الريف المصري والصعيد المصري من خلال شاشة القناة الأولى، إن إحنا نغير من ثقافة المطبخ شوية، مش إن إحنا يعني نبهدل محشي الكرنب وورق العنب والطواجن والرز لا، يعني نستخدم ماتيريال شوية مختلف في بعض الأكلات، لأن عندنا الأطفال في البيت وعندنا الشباب في البيت ربنا يخليهم لنا، اكيد بيتابعوا السوشيال ميديا وبيشوفوا بعض الاكلات، فعندهم مامتهم تقدر تعمل اي حاجه. وطبعا لما الام تشتغل في المطبخ غير الشيف، هي طبعا ما فيش لا يعلى على نفس الام وايد الام وبركه ايد الام في عمايل الاكل. باخد الكرنبايه الحلوه دي كده، التقطيعه هنا هتختلف بقى، اقطع كده رفيع كده بالشكل ده كده. ليه يا عم الشيف؟ علشان تبقى مع النودلز شكلها لطيف. كل دول مع بعض. ملاحظين استخدام النهارده للخضار كتير قوي، حلو قوي زي الفل. معانا بصلايه صغيره. طبق المكرونه ده صحي 100%، باخدها برده شرايح كده، ومعايا فص توم حلو. وتعالوا مع بعض نروح على النار أنا والمخرج الجميل زي الفل. السبايسي شوية برضو مطلوب في طبق المكرونة. مع بعض يلا، يلا بينا. هنقف على النار هنا، درجة الحرارة عالية لازم. طاسة كده، شوف أنا هشتغل إزاي. دي معلقة زيت صغيرة، ببدأ أحط معلقة فلفلة حلوة. شفت الجو ده كده؟ الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ هو ده. وابدا انزل بالخضار بتاعنا، الكرنب الاحمر، الله على الريحه. بنزل بالفلفل ده كده والبصل، يلا بينا. تغيير يعني. طبعا احنا واخدين على ان احنا بقى نعمل الاكلات تخش الفرن وتتسبك والجو ده كده، عشان بقول يوم تغيير في الاسبوع. نقلب كده، شكل الخضار في قلب الطاسة يفتح النفس.
الالوان الحلوه، وده كله من خير ارضنا، يعني ما فيش بقى خضره مستورده والجو ده خالص. اه كل ده موجود، هتلاقيه صيف شتاء. التشويحه دي على النار، حلو الكلام. صويا صوص شويه، طالما حطينا صويا صوص ما نحطش ملح، مكعب زبده، حلو، شويه حليب جوز الهند، حلو، ماء مغلي، بس خلاص، وننزل بالنودلز بتاعتنا. ايا كان بقى نوع النودلز او سعرها ايا كان، ممكن تحط سباكيتي عادي مفيش مشكله، مش هتقول لا. سباكيتي عادي بتاعتنا اللي انت بتعمليها بولونيز او بتعمليها بشاميل، ممكن تحط النودلز بتاعتنا البيضه الحلوه ديت مفيش مشكله. دي اللي مستورده للامانه، دي مش هتلاقيها غير في كيس كده شفاف برضو، مكتوب عليها المنتج ومكتوب عليها التاريخ، هنحطها كده. دي مش ما يفرقش على فكره بقى في ديت ان احنا نحطها والشوربه بتغلي او الميه بتغلي، عكس المكرونه خلي بالك. نحطها كده ويلا بينا نطلع فاصل صغير، بس خلاص وتسيبها تاخد غلوه على النار. هنرجع بعد الفاصل، معانا حبايه بروكلي حلوه عايز اقدمها بشكل جديد حلو النهارده، هيعجب حضراتكم ان شاء الله. نشوف هنعملها مع بعض ازاي، بروكلي بالسويت اند ساور بتاعنا. نعم يا غالي. يلا النودلز شكلها لطيف وحلو، تشكيله الخضار اللي موجوده فيها بتفتح النفس. تغيير، رساله لكل اللي بيتابعونا في الريف المصري والصعيد المصري، عايزين يقدموا طبق جديد. شفت النودلز بعد ما استوت اهي، دي مكرونه معموله من دي الرز اهي، لونها شفاف في قلب الخضار شكلها حلو. الكرنب الاحمر هنا اداني لون في قلب النودلز بتاعي، الله على الريحه الحلوه. كل ده مع بعضه يا عم الشيف، اقلب كده، لازم النار تكون شديده، المكرونه ما بتاخدش وقت كتير في السوى عكس الاسباجيتي او البنه اللي احنا عارفينها. حلو، في قلبيها كده، تعالوا طبق التقديم بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. مخرجنا الجميل، فريق العمل الجميل، اخبار المكرونه ايه؟ عايزين نغرفها كده ونخلص منها عشان عايز النار الشديده دي. يلا بينا. هناخد المكرونه نغرفها. الله. لا وبعدين مش جو اللحمه المفرومه اللي احنا عارفينه بقى، لا الصوص هنا مختلف. وجود حليب الصويا مع معلقه النشا اكيد لطيف وجميل. الله، ايه الحلاوه دي يا عم، ايه الجمال ده، حلوه تمام.